مرحبا بكم الاخوان في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا البلان اللي وقع المراد في واحد الكونسير حيت انه داروا عليه مئات تيك توكس اللي كيبان فيهم كيحرك وكيويفي طرابو ديال البوليزاريو. كيف ما سمعتي مراد واحد من لي زارتيست اللي كيفتخر بالتمغربي ديالو، من اكثر لي زارتيست اللي شفت انه كيبغي يبين انه لابس توليت المغرب، كيبغي يبين في الاغاني ديالو انه مغربي رغم انه البوبليك ديالو من الصبليون. كيفاش يقدر يهز طرابو ديال البوليزاريو؟ في هذا الفيديو غتعرفوا علاش. اكثر من هادشي هو براسو خرج في لايف ووضح كيفاش تقولب. من غير هادشي صحاب الراب الفرنسي ما ناسيكمش. بعد الدراما اللي كانت وقعت ديال مايس مع ديوسو ومع بوبا اللي اضطر بسببها مايس يغادر فرنسا ويمشي لدبي تصالح مع بوبا ولاح في ستوريات او شنو واقع، شنو ديك الدراما تنسات هكا؟ كيفاش تصالحوا؟ كيفاش تصالح بوبا ومايس؟ كيفاش تقول بمراد وخلاو ويفي الترابو ديال البوليزاريو بالغلا؟ كاع هادشي الاخوان غنتعرفوا عليه اكثر، ولكن قبل خليكم مع السبونسور ديال هذا الفيديو اللي هو ونيكسبيت. ونيكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك عبر التليفون. يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه البلاتفورم فيها احسن لي بونوس. ها هو قبل ما تلعبكم غناكد على ثلاثه الحوايج. اول حاجه هي ان اللينك كيخدم معايا في المغرب. ثاني حاجه ضروري وكناكد على ضروري تكون فوق من 18 عام. وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي كيمكنك بدورك من انك تربح $130. اوكي تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونتير. سو خليتي اللايك ديالك ديك سابوني رجعتي اكري. ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبدا لكم بالبلان اللي وقع المراد مع الترابو ديال البوليزاريو. كنا عارفين الخلاف اللي نايض على الصحراء، عارفين انها مغربيه، ولكن زعما غنتفقوا على انه نايض نزاع عالمي عليها. زعما راه كتدخل على جوجل فهمتوا كتبان لك مقسومه، فهمتي كتبان لك صحراء اوكسيدونتال، ولكن حنا عارفين لمن كتنتمي وشكون اللي كيحكم فيها. المهم موضوع سياسي عليه نقاش وباقي مطايفين عليه. مراد كيف ما قلت لكم في الانترو من اكثر لي زارتيست اللي كيبغي يبين التمغربيه ديالو. ديما الترابو ديال المغرب، ديما التوني ديال المغرب، ديما كيسبق المغرب رغم انه في صبليون انه يدور الترابو ديالو في لي شوكيس. ديجا عنده اغنيه مع بيثار راب فيلم شاب التوني ديال حكيمي ديال المغرب، وقال انه البريمير كومبيتا كبير ديال افريكا، زعما اول افريقي كيدوز مع بيثار اللي هو واحد من احسن لي بروديكتور في العالم. دونك كيفاش قدر انه يهز الترابو ديال البوليزاريو اللي ضد المغرب بحال جيتي ضد المغرب ويويفي. البلان وما فيه هو انهم قلبوه فيلم وهلاحوه في تيك توك، وكنا عارفين تيك توك اش كيدير، كيدراماتيز الحوايج وكيخرجهم على المنطق ديالهم. وهذا الشيء وقع في اورينسي غاليثيا حدا البرتغال فوق في واحد الشوكيس كانت عنده تما. واحد خونا فهمتوا ما غنحطش البروفيل ديالو باش ما نعاونوش انه يزيد يتشهر. الشيء اللي دار تيك توك، دار فيديو في يوتيوب، دار ستوريات في انستا، بوست في انستا، يعني خونا غادي بغرض انه يبرانكي مراد، مع العلم انه فان ديالو وعارفه مغربي ورغم ذلك بغى يبرانكي بالترابو ديال البوليزاريو. كيبان لك خونا من البدايه ديال الفيديو ديالو راه اللي 16 دقيقه ما عادش حليه غادي بالترابو ديال البوليزاريو كيقول على انه غيقول بمراد وغيخليه يويفي. دونك دخل للشوكيس مشى بقى غادي كيتقدم توصل لقدام ديال الصف شد الترابو ويلوحوا لمراد. مراد ما شد الترابو ما شافوش كاع، بدا كيدور فيه اللون كحل بيض واحمر يتصحاب ليه ديال فلسطين. انا حط لكم هنا الاخوان الترابو ديال فلسطين والترابو ديال البوليزاريو متشابهين، يعني الا ما حققتيش في ديك النجمه الحمراء اللي فحال ديال الترابو ديال الجزائر اللي نخليكم هنايا، الا ما حققتيش فيه ولاحوه ليك وانت في كونسير كتكتزا يتصحاب لك انه ديال فلسطين. ومراد ديما كيهز الترابو ديال فلسطين في الشوكيز ديالو بالاضافه لديال المغرب. المهم ملي لاحوا ليه الترابو بقى كيويفي فيه كيحرك فيه، وموراها مشى لعند الدي جي وعطاه للتيم ديالو. التيم ديالو بدات كتحرك فيه حتى هي ويا تعيق انه الترابو ماشي ديال فلسطين ولكن ديال البوليزاريو ما يحيدو. بقاو حاطين الترابو ديال الجزائر تما راه حنا خاوه فهمتي عادي. راه الا كنتو تفرجتو في الفلوغات اللي درت مراد في لي شوكيز ديالو ديما كيكون ترابو ديال الجزائر وهو كيكون هاز ترابو ديال المغرب كيويفي فيه سيغتو مي كتجي الاغنيه ديال بيسار راب ديالو. يعني بكل خلاصه واحد خينا جا دار برانك لمراد لحل الترابو ديال البوليزاريو، مراد كيتسحب لنا ديال فلسطين بدا كيدور فيه تعاقب. حتى لهنا زعما فين وقع المشكل؟ هو ملي شدت ديك اللقطه وخرجوا على الكونتكست ديالها، رجعوا لنا مراد زعما كي داعي لتقسيمات الصحراء الى اخره. او مراد باش يحيد الشك دار لايف ووضح فيه هادشي كوم كو انه هو براسو تقولب وكاع محقق في الترابو ما كانش زعما وبدا كيويفي في الترابو كيتسحب لي انه ديال فلسطين وهو معتز بالقضيه الفلسطينيه. هو قال انه تعرض لضغوطات بزاف بداك التيك توك اللي دار حيت انه خرج على المنطقه ديالو من المغرب كيوصلوا دي ميساج وكذا، مع العلم انه ما كانت عنده حتى شي نيه باش يدير داك الشيء. وراه نخليكم لقطه من لايف باش تاكدوا هادشي بداتكم. Entonces cogí la bandera del Sáhara, no sé si de los polisarios o no sé qué es eso, yo no sé ni lo que es, la verdad, no sé lo que es, pero creo, entonces ya empezaron a gesticular desde Marruecos como que yo
voy en contra de Marruecos y eso es imposible. Todo el mundo sabe todas las veces desde el primer día que llevo, madre mía, si es que... صوال اخوان نتمنوا هاد القضايا السياسيه يبقاو بعيدين على الموسيقى. فرخونا كيف ما كتشوفوا فان ديال مراد بغى يجبد ليه الصداع، فهمتوا؟ على الله هو فاش غيدخل المغرب ولا مين كان غيدخل ليه شي واحد ما فهمش كيتصحاب له مراد باغي يقسم الصحراء ولا كذا، هو راه ولد العريش يتلاقى معاه ولا يقول ليه شي حاجه بسبب واحد خونا قولبو دار ليه دراب اخر. فهمتوا؟ نتمنوا شي ما بقاوش نشوفوه ومراد مغربي والصحراء مغربيه وهذا ما كان برانك وقعات وتشرحات. دابا نتمنى نكون شرحت لكم شنو وقع وتكونوا تفهمتوا، حيت ما تصوروش كميه الناس اللي صيفطوا ليا داك التيك توك ولا الريز اللي داروا. ما يمكنش راه مراد براسو كيكون في دي كونسير كيلوحوا ليه الدرابو ديال الصبليون كذا وما كيهزهمش، كيهزها ديال المغرب. خليكم لقطه هنا. بور فامي تي ليس سنت باندرا يو سي ماروكي كين نو سابا يو سي ماروكي poco a poco vamos una por una señores mira. ودابا ندوزو لبارتي اخرى من الحلقه ديالنا هي داكشي اللي وقع البوبا ومايس. كنا درنا فيديو هادشي 5 شهور تقريبا على الصداع اللي كان ناض المايس مع ديوسون واللي دخل فيه تبوبا. نخليكم هنا واحد الملخص صغير، عارفكم معكازه وما تشوش تفرجوا ليا، نخليه لكم. الفيرسون الاولى ديال مايس فين كيقول انه موقف مع حتى شي حد ملي تعرض للفيزياء ديال انهم بداو كيتيروا فيه ولا تيم ديالو اللي كان معول عليها عطاتو بالظهر. الفيرسون الثانيه اللي هي ديال ديوسون كيقول ان مايس كان ديجا ما كاينش في ديك البلاصه باش يوقفوا معاه، يعني ان خونا ما كاينش مشى ديجا، يعني ان خوتنا اللي كيكرهوه اللي جاوا باغيين يقتلوه جاوا معطلين، حتى مشى فحالو سالا في الماتش وبقى ها هو والتيم والطوموبيلات اللي تحرقوا وكذا. المهم مورا داك الصداع مايس نزاد فحالو لدبي حفاظا على السلامه ديال عائلته وديالو بعدا باش يستقر فيها، ولا كيجي لفرنسا والبلجيكا باش يدير لي شوكيز ديالو. بيان سور ما كيجيش لراسو، كان موالف كيجي مع التيم ديالو، ولكن فيو كو مخاصم معاهم وتخاصموا كيجي مع دي بادي غارد واي بلاصه كيمشي لها كيفرض عليهم يحضروا ليه واحد العدد كبير ديال لي بادي غارد ولا ديال الحراس باش يبقى وحده. راه بزاف محلفين عليه على راسهم داك موسى اللي كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات، نخليكم اللينك ديالو الا بغيتو تشوفوا البارتي الاولى. كما كتعرفوا فراه هو مخاصم مع البروديكتور ديالو ديوسون ليبل ديالو، وباقي لحد الان كيبيكي عليه في ستوريات. فراه كان في واحد ستوري كان غادي يسايق في طوموبيل مع شيرو، شافوا ان ليسونس غادي كيهبط ويقول لهم فينا هي ديوسون ليبل ديالو. ليبل ديالو راه هي اللي سماها، رجعوا لي فلوسي راه ما بقى عندي حتى باش ندير ليسونس، راه ليسونس غالي. نخليكم مع اللقطه. بان لا فامي مي سناب شاتور جي فوز اون ما لوكاليزاسيون. Il y a plus d'argent, LDS, ils me doivent tout là, ils m'ont tout pris. S'il vous plaît, rendez-moi mes sous. Voilà, 0 km. Putain, 0 km. Tiens, c'est pas un diesel, hein. C'est pas un diesel en plus. Ah, mais roule doucement, frère, tu t'es mis en RS2, frère. Tranquille. Ah. اللي كيبين لينا ان الليبل ديالو ولا ديوسون كانوا داو ليه فلوس بزاف، فهمتوا؟ شفروه العلاقه دابا راه منعدمه بيناتهم، يعني ديوسون ومايس والليبل والتيم اللي كانت عنده. اكبر دليل هو داز 5 شهور وباقي كيطلع عليهم وكيبيكي عليهم في ستوريات. وحتى بوبا كان مخاصم معاه وكان واحد من زعما لي بيلي ديال الصداع. حتى صدمنا وبدا كيلوح ستوريات على مايس والكونسير وعلى الفيتشرينغ اللي بيناتهم ما درينا في الكونت ديال OKLM ديال بوبا. بوبا بدا كيلوح ستوريات على مايس، يعني تخيل معايا انت كبوبليك كيتسحب لك جوج مخاصمين كيجي واحد وكيلوح لك واحد ستوري مخاصم معاه، يعني كلشي ضروا راسو. البوبليك فرونسي كلشي تصدم قال او شنو واقع. توضحها في ستوري اخرى بوبا فين قال ليكيليب غي اتابلي اونتر موا اي مايس، اللي كيبين لنا انهم تصالحوا. كان طاقا مايس مايش ديك ستوري وريبوستا ودار في هذاك ليموجي ديال هاك، دونك اعلنوا اوفيسيلمون انهم تصالحوا. قبل ما يتخاصموا كان بيناتهم واحد الفيتشرينغ بابلو اللي يلاه طلع اليوم، مي قبل ما يتلاح كنشدوا مايس فيكو كانوا تخاصموا ونا داك الصداع، حيد منو البارتي ديال بوبا ولوحوا في يوتيوب. اش دار بوبا؟ ضربوا بالسترايك. موراها بوبا شد داك التراك حيد منو البارتي ديال مايس ولوحوا في سبوتيفاي. يعني باش نشرح لكم، كان واحد التراك سميتو بابلو، مايس وبوبا كل واحد فيهم حيد البارتي ديال الاخر، بوبا لاح في سبوتيفاي ومايس لاح في تيليجرام، فهمتوا؟ دابا ملي تصالحوا شدوا لي بارتي بجوج دمجوهم وداروا التراك كيف ما كان خاصو يخرج من النهار الاول، شيء اللي كياكد لنا اكثر على انهم تصالحوا ديال بصح. دونك السؤال هو شنو غيوقع دابا؟ كننتظروا انهم يخرجوا سات الفيتشرينغ، رغم ان بوبا كان خرج وقال انه سال العقد ديالو دو ديستريبيسيون مع الليبل ديالو، دونك ما بقاش غيخرج تراكات، ديجا كان قال انه خرج البوم ديالو. الحل الوحيده فين يقدروا يضربوا فيتشرينغ اخر هو انه الا كان شي بروجي ديال مايس وعيط ليه انديفيديوالمون يجي لعندو، اما بوبا يلوح بروجي لا. او كيف ما كان وضحها مايس ديجا في واحد الانترفيو في شهر 11 فين قال انه كاين بزاف ديال الفيتشرينغ بينه وبين بوبا ما خرجوش، يعني عندهم ما مخارجينش، فهمتوا؟ يعني بوبا تقريبا سال الكارير ديالو. حاجه اخرى هي انه بوبا مورا كارير طالت لكثر من 25 عام باغي يختم بواحد الكونسير خيالي في ستاد دو فرانس اللي كيحمل اكثر من 100,000 متفرج، هادشي لو 3 سبتمبر. و جو بونس ان لارتيست الوحيد ولا الرابور بعدا ما كيتعتبرش رابور اللي هو ميتر جيمس اللي عمر ستاد دو فرانس هو ميتر جيمس، رغم
ما كيعتبروش رابور. دونك بوبا هو اول رابور اوفيسيال باغي يعمر ستاد دي فرانس بالحضور وباغي يدير اخر كونسير ديالو تما كنظن، ولا زعما اكبر عرض ديالو في التاريخ ديالو ولا كارير اللي ممتده 25 عام. وكنظن انه ناوي يعيط على مايس بيسكو ديجا عندهم بزاف لي فيتورينغ وباش انيمي ولا الساره باش تجيب 100000 واحد صعيبه، وسورتو ان شفتي الخلفيه ديالهم تصدع كامل، يعني بنادم يكون متحمس باش يشوفهم مجموعين عاوتاني بروموتي ولا ستاد دي فرانس. يعني كنظن ان بوبا غيعيط على مايس في الكونسير ديالو اللي باغي يختم به 25 عام ديال الكارير في لو 3 سبتمبر في ستاد دو فرانس. نتمنى نشوفهم انصامبل. اللي غيحضر يدير لينا ستوريات شي طاقين. دونك تصالحوا باينه غتكون دازت شي هضره بيناتهم في بريفي، يمكن على بسبب هذا الكونسير يمكن بسبب الفيتورينغ، حيت لاحظوا ان التصالح ديالهم غيرجع عليهم بالنفع عكس الا بقاو مخاصمين حيت غيضرهم. فهمتوا بيناتهم فيتورينغ بيناتهم كونسير الى اخره. فرابوبليك كان دار كان طلب بوبا انهم يتخرجوا فيتورينغ اخر، بوبا طاقا مايس وقال ليه غيكون هذاك الشيء اللي طالب البوبليك. مي جوبونس غيخرج عند مايس حيت بوبا كيما خليكم هنا في واحد التويت قال لهم انه هو سالا كارير ولا ديستريبيسيون ديال التراك ديالهم على الليبل اللي كان معاه. سو هكا كنكونوا شرحنا كيفاش ان مايس صالح مع بوبا بدوا بيناتهم، كيفاش ان مراد تقولب وخلاوه يويفي الترابو ديال بوليزاريو بالغلط، خونا صدقات لي الخطه ديالو كان يجبد لي الصداع. مي جوبونس دابا متشرحات وكلشي ما تبقاش تيقول على تيك توك. ونتمنى نكون شرحت لكم كلشي وفهمتو. فيديو خفيف ظريف نتمنى يكون عجبكم. كان معكم فاروق لايف، مبروك عواشركم ونتلاقاو في فيديو جاي. تهلاو. Mamma mia, watch from Kafchek, watch from Kasher, Mamma mia, watch from Kamil, watch from Kasger, Mamma mia, watch from Kandir, watch from Kasharam.